فهذه الأمة وصفها الله جل وعلا بأنها رحماء بينهم، لأن لهم ربًا رحيمًا كريمًا ودودًا غفورًا سبحانه وتعالى، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة ومعه ناقته عليها سقاؤه وطعامه، فغفى فاستيقظ فلم يجدها فبحث عنها حتى يئس منها، ثم رجع إلى ظل شجرة كان قد استظل بها فغفى، ثم أفاق فوجد الناقة أمامه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله جل وعلا رحيم بعباده، غفور ودود ستير سبحانه وتعالى، حتى أن الله جل وعلا رحم الخلق قبل خلقه وأوجدهم برحمته ورزقهم برحمته وأماتهم برحمته وأدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. ما في هذا الوجود، ما في هذا الكون، ما في هذه الحياة، ما في هذه الأقدار، ما في هذا القضاء، ما في هذا الإنسان والجن والعجماوات والجبال والأنهار والأقمار والشموس والنجوم والرياح والأنهار والبحار والمخلوقات إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى. خلقها الله جل وعلا ليرحمنا وليغفر لنا وليذكرنا بفضله وجوده وإحسانه ومنه سبحانه وتعالى.